يا باي شلونكم؟ راح نسوي لكم دجاجه مشويه على الفحم، وبابا غنوج همينا مشوي على الفحم، ويا خبز همينا مشوي على الفحم. راح نجيب دجاجه، نشيل العمود الفقري مالتها بهالشكل هذا، ننفخها من جوا. ندوسها دوسة خفيفة ونشيلها ونخليها على الجريل. صف الدجاجة راح نخلي كم قطعة باذنجان نشويهم زين.